رجعنا لكم مره ثانيه. معايا النهارده ثلاث شباب جايين لنا من اسكندريه مشرفينا ومنورينا. ما بقول كلمه شباب يعني اولاد وبنات عشان في ناس تقول شباب اولاد بس النهارده شباب شباب اولاد وبنات. تيفور محمد تيفور كلمني من اسبوعين كده قال لي احنا عاملين مشروع وعايزين نطلع معاك في التلفزيون في البرنامج. قلت له اهلا وسهلا. قعد شرح لي شويه بعد كده قال لي الرئيسه بتاعتي هتكلمك. الرئيسه بتاعته بقى قلت الرئيسه بتاعته بقى دي هتبقى بقى واحده ست كبيره بقى ومش عارف ايه. لقيت الرئيسه كده بعتت لي واتساب. بص على الصوره لقيت الرئيسه لازم لازم تجاوب عليها فورا. والرئيسه هي انجي نوري اللي شرفتنا ومنورنا. ازيك يا رئيسه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ معايا النهارده انجي نوري مسؤوله العلاقات العامه بنادي ليو اسكندريه مشرفانا ومنورانا. اهلا بيكي. وكمان معانا النهارده فنان وموهبه شابه وسعداء بوجوده معانا النهارده واكتشاف ربنا يخليك من خلال ليو اسكندريه وهو عمرو عمر زكريا. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. الاخبار؟ انا تمام والله الحمد لله. ربنا يكرمك. تعبناك وجايبينك من اسكندريه لغايه القاهره. طب سعيد مش شايف ده. انا سعيد ان انا شفت حضرتك. لا احنا اللي سعداء يا حبيبي اكتر. شرفتني ونورتني. ربنا يكرمك. وكمان خلونا نرحب مدير بقى مدير المشروع مدير انا موهوب بنادي ليو اسكندريه استاذ محمود الشنديدي. اهلا بيك. اهلا. ازيك يا محمود؟ تمام. ايه الاخبار؟ قبل بس ما نتكلم عنكم ونتعرف على النشاطات الخاصه بيكم عايز اتعرف على دراستكم ايه؟ انت دارسه ايه؟ انا ادب انجلش. اوكي. وبشتغل اتش ار سبيشالست وبدرب فيتنس كلاس. بدي فيتنس كلاس. انت باليرينا. بس انت غششتني اكيد. باليرينا. هتعملي لنا شو باليرينا النهارده؟ طبعا. اوكي. وعمر انت دارس ايه؟ انا في مدرسه النور في الزينيا في اسكندريه. في الزينيا في اسكندريه. ثالثه اعدادي ان شاء الله. كام؟ ثالثه اعدادي. اهلا وسهلا بشهاده. عايزين مذاكره كويس يا عمر. ها. طيب استاذ محمود؟ انا مهندس مشروعات. اهلا وسهلا. انتم مشرفيني ومنوريني. طب بما ان حضرتك مدير مشروع انا موهوب احكي لي ايه هو مشروع انا موهوب؟ انا موهوب حفله بتتعمل للاطفال والشباب اللي عندهم احتياجات خاصه. احنا ما بنبصش على الجنب ده خالص. احنا بنفوكس على الموهبه اللي فيهم على التالنت اللي موجوده. هو ده اللي احنا يعني احنا بنبص لهم على انهم فنانين مش على انهم اي حاجه. بس فاحنا بندربهم بنفضل معاهم لمده 3 او 4 شهور بندربهم بحيث ان هم يبقوا قادرين ان هم يطلعوا قدام ستيج عليه المسرح قدامه 1600 متفرج في مكتبه اسكندريه. السنه دي 5 سنه. الاربع سنين اللي فاتوا الحمد لله كلهم كانوا يعني 3 منهم في مكتبه اسكندريه وقدرنا ان احنا نجيب 1600 متفرج. ادوا السبورت وشجعوا الناس وشجعوا الاطفال. بس وفي الاخر دخل الحفله كله بيرجع تاني للدور والاطفال مشاركه معانا عشان ننمي موهبته. طيب كل ده بقى من خلال ليو اسكندريه. ايه شباب اللاين؟ احنا شباب اللاين. احنا شباب اللاين. احكي لي بقى ليو شباب اللاين بيعملوا ايه بالظبط؟ هو احنا نادي بقى لنا شغالين من 1997. بنعمل نادي خيري اجتماعي. بنعمل كوميونيتي سيرفيس وتشاريتي مشاريع خيريه. نشاط اجتماعي وخيري. عندنا مشاريع كتير قوي غير انا موهوب. بنعمل مشروع مهم قوي بالنسبه لنا زي اسمه رمضان تو جو. بيبقى في رمضان. عشان رمضان جاي يعني؟ أوه. رمضان جاينا يعني؟ لا هي بتبقى بناخد مكان نعمل زي مطبخ وبنبقى بنعمل مشاريع ليه دونيشنز وتبرعات يعني بنعمل له مشاريع بتلم له فلوس كتير قوي بتخش دخله في حوالي مليون. ده عشان شنط رمضان وكده؟ شنط رمضان ووجبات. بنروح بنحاول نغطي اسكندريه كلها الاماكن العشوائيات والمحتاجه. بنطلع حوالي 40,000 وجبه في الشهر كله. بنشتغل في المطبخ ده بايدينا وننزل نوزع الوجبات. لا طبعا. محمود اللي بيطبخ؟ لا. يبقى عمر اللي بيطبخ. اوكي. وبنجيب حد بيطبخ كويس عشان يبقى الاكل حلو. عندنا مشاريع ثانيه بقى زي القريه. قرية برضو بننزل قرى نشوف محتاجة ايه تسقيف حاجات ترميمات مجاري كل حاجة. أوكي. كسوة الشتاء. ده شيء لطيف جدا. حاجات تانية كتيرة منها برضو تنظيم ماتشات كورة تبع الاتحاد نظمنا الأمم الإفريقية وكأس العالم للشباب. أوكي. وماتش مصر وزيمبابوي يعني. اوكي ده حاجة لطيفة جدا. خليني اسأل استاذ باشمهندس محمود ليو بتعبر عن ايه؟ ال اي او ليدرشيب اكسبيرينس اوبورتونيتي.
ان الناس بتتعلم ازاي انها تبقى ليدرز، انها تبقى بتقود شباب، ان هي او تبقى ناس قادره انها تتعامل مع الشباب اللي تحتها او تقود الناس. اكسبيرينس بياخدوا خبره كبيره جدا من الوجود ككوميونيكيشن سكيلز او حاجات تانية مختلفه. اوبورتيونيتي هي فرصه ان هم يكونوا موجودين وسط شباب بيغيروا في المجتمع ويقدروا ياثروا المجتمع بشكل ايجابي. طيب خليني اتواصل مع عمر زكريا، هو الفنان اللي معانا النهارده. وعمر، انت ازاي اتعرفت على الناس دي وعرضت عليهم موهبتك؟ احكي لنا. بالنسبه لانا موهوب، انا والله انا وانا في المدرسه بتاعتي، فاللي هم منظمين بتاع الحفله فوصلوا لي عن طريق المدرسه. اوكي. يعني انا كان ليا صديق مشترك في انا موهوب دي، فانا اشتركت في الحفله دي، يعني اشتركت في الموضوع ده يجي 3 سنين. في حفله ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. حفله المدرسه؟ لا انا موهوب. تبع انا موهوب. اوكي. انا موهوب. اوكي. طب انت بقالك قد ايه بتغني؟ انا من وانا يعني كنت في الصف الثاني الابتدائي. ايه ده، انت من زمان قوي. كنت بغني بس مع نفسي، يعني انا اكتشفت نفسي ان انا صوتي حلو بغني. انت اللي اكتشفت ان صوتي حلو؟ بعد كده. ايوه انا اكتشفت ان صوتي حلو. ولا والدك ولا كده؟ لا، ما انا كنت بغني مع نفسي. اوكي. الاول احنا كلنا كنا بنغني مع نفسنا، بس انا اكتشفت ان انا صوتي وحش. انت يا بختك ان انت صوتك حلو. حسيت ان صوتي حلو فرحت سمعت والدي. ايوه. فوالدي سمعني وبعد كده بدا بقى هو ايه يروح معايا. بدا يروح معايا المسابقات والحفلات و... طيب احنا النهارده هنسمع صوتك، بس الاول هنشوف تقرير عن المشروع، مشروع انا موهوب. نشوف تقرير ونرجع لكم نستكمل فقرتنا. خليكم على بصراحة. انا موهوب حفلة كبيرة بدأناها من 4 سنين. حفلتنا اساسها اطفال موهوبين نسيناهم واعتبرناهم انهم ما عندهمش الموهبة، فقررنا ندور جواهم اكتر. فكرتنا بدأت في 2010 لما قررنا نجيب الاطفال دول يطلعوا موهبتهم البسيطة. بدأنا على مسرح جامعة فاروس بعدد جمهور مناسب، بس ده ما كانش كل طموحنا. عشان كده رجعنا في 2011 في مكتبة اسكندرية بقوة اكتر ومعانا مواهب اكتر واكتر. مشاهير كتير سندونا والفكرة ابتدت تطلع للنور. استمرينا من نجاح لنجاح، والسنة دي بنحتفل بمشوار 5 سنين. في انتظاركم في مكتبة اسكندرية يوم 17/5 ومعانا موهوبين كتير. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مستنيينكم عشان تشجعوهم وتتفرجوا عليهم. داخل الحفلة كله هيروح للدور اللي بترعى الأطفال دي عشان يقدروا يكبروا موهبتهم ويبقوا جزء مننا أكبر. ما تخبيش وما تستعمليش. أنا موهوب. الله علينا وعلى شباب المصري عندنا لما بيبدع ويبتكر وبيساعد بعض، وده المهم. طب خليني أسأل محمود، لو في أنتوا بس في اسكندرية؟ إحنا في مفروض لاينز في كل، يعني في كذا نادي لاينز في مصر. بس إحنا يعني مش كتير نوادي لاينز عندهم ليو أو ألفا اللي هم الشباب بتوع اللاينز. ففي اسكندريه بس هو ما فيش غير لاينز اسكندريه ابولو اللي احنا فيه. النوادي في القاهره ممكن في 2 أو 3 ليو تانيين بس. اوكي. طب انجي خليني اسالك، انتوا بتختاروا الناس ازاي؟ المواهب دي بتختاروها ازاي؟ احنا بنقسم، احنا حوالي 150 ممبر. بنقسم نفسنا تيمز. 150، انا هقعد اترجم لك انت عشان انا بالانجليزي بقى غلطتين. انتوا 150 شخص؟ 150 عضو تقريبا. في الليو. بنقسم نفسنا فرق كتير، وبنبتدي ننزل الاول نعمل زي بحث كده في كل اسكندريه على الدور اللي فيها اطفال مختلف اعمار. بنشوف بنبتدي يعني نشوف المواهب، نتفرج عليهم اللي من هنا رقص تمثيل. ونبتدي نشوف مين فعلا موهوب ونمرنه. التمارين بتاخد حوالي 3 شهور ونبتدي من بدري شويه. طب ازاي بتختاروا يعني عشان تعرفي ان انا مثلا لو حد ما بفهمش قوي في الاصوات، ما بفهمش قوي في المواهب، لازم حد اللي يختار الناس يبقى يعني فاهم في قولي انت بتاعت باليه فاهمه.
مثلا في الرقص في الكلام ده، بس يعني ده صعب. هو بصراحة بيبقى مع المشرفين بتوعهم اكتر، بيبقى هم اللي عارفين مين اللي عنده موهبة ومحتاجة تتنمى. أوكي. احنا طبعا كلنا ما فيش حد فينا بروفيشنال قوي، بس بتبقى اجتهادات يعني. أوكي. ان احنا بنحاول نمرن. طيب تيجوا نسمع صوت عمر؟ يلا بينا. يلا تمام. جاهز يا عمر؟ جاهز. يلا تمام. مايكك جنبك. وعمر قال انا عايز اغني وانا واقف، فقلنا له حاضر. تمام. تمام. انا بقى اغني بقى ايه ان شاء الله. ابدا بالدعاء بتاع يا نور على نور. ايه اللي انت عايزه؟ تمام. يا نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور، اجعل كلامي نور، اجعل في عيني نور، واحميني من نفسي نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور، اجعل كلامي نور، اجعل في عيني نور، واحميني من نفسي. الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ جميل جميل. شكرا. عايز تغني حاجه ثانيه؟ حضرتك يعني انا مش عارف التحافظ انت انا حافظ ياما، بس طب ياما يلا بقى غني لنا اللي انت عايزه. انا اقصد لو في فاصل او كده. لا ما عندناش فاصل، خد راحتك. ما عندناش فاصل. يلا غني لنا حاجه ثانيه. انت عايز تستريح يعني شويه؟ لا انا عادي، انا ما عنديش مشكله. طب اتفضل. انا ممكن اقول لحضرتك في اغنيه ام كلثوم بعيد عنك حياتي عزيزي، جزء صغير كده. يلا اتفضل. تمام. نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع احباب معاها بعيش بعيد عنك، غلبني الشوق غلبني غلبني غلبني، وليل البعد دوبني دوبني دوبني، ومهما البعد حيرني، ومهما السهد يسهرني، لا طول بعدك غيرني، ولا الايام بتبعدني بعيد بعيد عنك. الله 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 الله. فضل استريح يا عمر. شكرا. صوتك حلو قوي. وبعدين انت متدرب صح. ربنا يبارك لك. مين اللي بيدربك؟ انا مع المايسترو محمود ابو زيد. لا انا ما سمعتش. المايسترو محمود ابو زيد. اوكي. في قصر التذوق في سيدي جابر. بس انت ساكن في اسكندريه؟
انا في سيدي جابر زمان. سيدي جابر اوكي. انا بشكر اللي بيدربك لان انت متدرب صح قوي، مش اي حد يغني لام كلثوم. ربنا ربنا يكرمك الله يبارك طيب. لك مشاريعك وايه الفتره الجايه؟ احنا بنشتغل دلوقتي على الموهوب، هي ان شاء الله يوم 17/5 ان شاء الله الحفله نفسها. حابب عشان نجي لكم؟ لا ما لازم بقى تيجي، انا عارفه ان غششوني برضو انك بتحب اسكندريه قوي. طبعا انا بحب اسكندريه. ان شاء الله تبقى في مكتبه اسكندريه في قاعه المؤتمرات. فنانين كتير بيجوا كل سنة، واحنا بنحاول كل سنة ان احنا يعني نوصل المسج لناس اكتر ويحضر فنانين اكتر، عشان يمكن في موهبة منهم حد يتبناها ويكتشف. نتمنى ان الفنانين الكبار يساعدوا في انهم يتبنوا المواهب اللي عندكم. محمود، اهل اسكندرية ممكن يساعدوكوا ازاي؟ اي تبرعات دي بتبقى حاجة كويسة جدا، كتبرعات مادية. من خلال ايه؟ يعني التواجد في الحفلة ده اهم حاجة، مساندة الاطفال وان هم يشجعوهم. يوم 17/5 ان شاء الله في مكتبة اسكندرية. التذاكر بتاعتكم بتبقى كل قيمتها بتروح للنشاط، كله بيطلع للنشاط، ما فيش حاجة بتتاخد خالص، هي مصاريف الحفلة وكل البروفيت اللي بيطلع بيروح لل مكتبة اسكندرية. بتاخد منكم فلوس؟ الحمد لله يعني في السنين اللي فاتت لا. هو السنة دي هياخده؟ لا. طب كويس، بنشكرهم. انت قلت السنين اللي فاتت لا يعني السنة دي السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية كمان ما ياخدوش منكم فلوس ان شاء الله. انتوا شرفتونا ونورتونا، والف سلامة وتحية لأهل اسكندرية. الله يبارك. ومشتين انتوا وعرفتونا النهاردة على عمر وعلى الموهبة عمر الجميل. الله ربنا يبارك. بشكرك يا عمر. الله يخليك. ميرسي جدا ليك. وبنشكر محمود الشنديدي مدير مشروع انا موهوب بنادي ليو اسكندرية. ميرسي. ربنا يكرمك حبيبي. ميرسي يا عمر. وبنشكر طبعا مسؤول. انا سعيد اللي انا اتعرفت على حضرتك. احنا اكتر. والله العظيم لي. انا سعيد. اشكرك. نشكر مسؤوله العلاقات العامه بنادي ليو اسكندريه انجي نوري. ميرسي يا انجي. اشكرك. المره الجايه تيجي تعملي لنا شو باليه هنا. اشكركم. وتروحوا ترجعوا بيوتكم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. فنشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم زي كل يوم اثنين وثلاث، ونختم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق واستاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. خليكم معنا لو سمحتوا.